السلام عليكم، مسيكم بالخير. الرزق لمن الله قسمه لك، يا تجي يا يجيك. هذه قصة سبق وذكرتها في سنابات اللي قديمة، وما يمنع أن الواحد يذكر بها لعل الناس يعتبرون بها. هذا رجل عايش في البر أيام البداوة، أموره زينة وأحواله طيبة، وعنده هبل ما له حد، ورجال يحب القرشات بالحيل. كلهم أو من جماعتهم أو في منطقتهم عجوز تنافسه في كثر المال والحلال. عجيز ذي أرملة والرجال حاطن عينه عليها، لكنه خايف منها لأنها قشيرة. مرت من المرار جاء خبر أن العجيز ذي مرضت وحول ما تموت. الرجال لقاها فرصة أن المرأة بتودع، وقال بالمرة سير عليهم وخطبها، ولعل الله أن إن شاء الله نحسن خاتمتنا وخاتمتها. فعلا الرجال سير عليهم وخطب وملك عليها، وهي بين الحياة والموت. رنت فوق ومرني غيب عنها. الرجال قال أجل بروح لعلها تستصح إن شاء الله، وبجيكم إن شاء الله عقب قطعة أيام. وهو مأمل إنها ما تقوم من فريشها. ذلوله جاء مجزي، والرجال يتفرج في المال والحلال، وإثر الذلوله بدت لها جحر حصني. طل حصني من الجحر وقالت الناقة، وجاك مسيكين متنكس على رويسه وانكسرت رقبته ومات في متينة. خذوه وصلوا عليه ودفنوه، والعجية سبحان الله العظيم استصحت وزانت أمورها، ورثت الرجال اللي جايين بيارثها. يمكن الله والعالم اللي خلى العجية تفز وتستصح وتزين أمورها إنها يوم إنها درت إنها تبي تارثها، لأن الدراهم مثل ما قالوا مراهم، وهي أصلا تراها أحيانا تحيي الهشيمة الدمدم البالي. ترى أكثر ما يذبح الناس الفقر والدين، نسأل الله السلامة. خالط الدين والفقر هم وحزن وشيشة ودخان وشاي وقهوة وسهر، يصبح الإنسان في هالحالة مشروع جلطة مستعجلة. نرجع لموضوعنا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد في الحديث ما معناه: إن أحدكم ليبحث عنه رزقه كما يبحث عنه أجله. الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الخلاصة: الرزقك جايك جايك لو فريت منه، لا تنشغل بطرده عن طاعة ربك. السلام عليكم.